السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب، وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر. سؤال من محمد من الإسكندرية، هذا آخر اتصال في المخرج. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. زيك يا شيخ. الحمد لله. زيك يا شيخ. محمد صوتك واضح، تفضل اسأل سؤالك. زيك يا شيخنا. الحمد لله بخير. الحمد لله. الله يحفظك. أريد أن أسألك سؤالا يا شيخنا. نعم تفضل بالسؤال. ماذا تقول عن سيدنا عمر؟ أقول فيه إنه منافق وفي النار. حرام عليك يا شيخ. بل حلال إن شاء الله، بل هو واجب. إنك لو علمته وعرفت حقيقته لكنت معنا ولتبرأت إلى الله تعالى منه. سيدنا عمر جاهد مع رسول الله في سبيل الله، وقد جاهد قزمان كذلك مع رسول الله، لكن رسول الله حكم عليه أنه في النار. فليس الجهاد بذاته إن لم يقترن بحسن النية وصلاح العاقبة بموجب للحكم لفلان بأنه من أهل الجنة، على أن عمر لم يجاهد ولم يكن يعرف يحمل أن يحمل سيفا أساسا. سيدنا عمر كان إيمانه قويا جدا. هل من الإيمان القوي جدا أن يشك في نبوة رسول الله ويقر بذلك في الحديبية حين قال إني شككت يومئذ؟ أهذا هو الإيمان الصلب؟ لا. أحسنت، فإذا ليس مؤمنا حقا ولم يكن قوي الإيمان. وهل من الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله أن يطعن في نبوته قائلا إنه ليهجر؟ لما لا تتشيع يا بني؟ لماذا؟ نعم قل لمن بجانبك أن لا يعني يغششك. يلقنك. أنت بتقول عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. أولاً أنت ليش من البداية ما تكلمت؟ لماذا يعني قدمت ابنك أو أخاك الصغير أو من أشبه؟ لماذا قدمت كبش فداء؟ أنت تعال في وسط الرجال، كن رجلاً وتكلم. لسنا بحاجة لأن تدخل الأطفال فيما بيننا. هاتي ما عندك، قل. الأطفال ما معصين كل حاجة، مش مستهين على حاجة يعني. لا أنت كنت تلقنه. أقصد إذا لا يعلم. مش عارف حاجة، شلون عارف كل حاجة أنت شنو؟ هو عايز يتصل، فقلت له باش يتصل. فلما أيوه اتصل كنت طبعا تلقنه كده. لا بأس. الآن قل ما عندك. التفت جيدا، لا تكن سببا في ضلال ابنك الصغير هذا إن كان ابنك. لا تعلمه أن يحترم، اسمع، لا تعلمه أن يحترم المنافقين كعمر، ولا تلقنه أن عمر سيد لكم. عمر ليس سيدا على المسلمين. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد عليكم؟ قال إن الحسن هو السيد. اسمع قبل أن تسترسل، اسمع كلامي أولا ثم أجب. إنك تصف عمر بالسيادة. اسمع دقيقة. إنك وصفت وعلمت ابنك هذا أن عمر سيد، ووصفته هكذا، تقول سيدنا عمر. سيدنا وابو سيدنا كمان. اي، ولكن هذا الامر لم ينطق به رسول الله. لم يقل رسول الله ان عمر سيد، بل قال ان ابن الحسن سيد. فسيدنا هو الحسن، سيدنا هو الحسين، سيدنا علي، سادتنا أئمة أهل البيت. أما عمر فلم يسيده رسول الله، فليس سيدا لنا ولا كرامة.
لا تأتي ببدعة، لا تسمي عمر سيدا. من من الصحابة الذين تعترفون بهم وصف عمر بالسيادة وكان يقول سيدنا عمر؟ من؟ فهذه بدعة. أول خليفة الثاني بعد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. أن لا علاقة لي هذا، هذا كونه خليفة أبو بكر البغدادي أيضا يقول أنا خليفة، هذا ليس هو الكلام. كلامي بأي شيء استحللت وصف عمر بالسيادة وأن تقول إنه سيدنا، من أين جئت بهذه البدعة؟ سيدنا عمر رضي الله عنه. يا مجهول انت، عفوا لحظة شوف، احنا هنا قناة شيعية. لحظة خليني اكمل كلامي. لحظة شوف، اوعى تترضى على حد، اوعى من غير ترضي. سيدكم عمر، سيدكم عمر بس، ما تقولش رضي الله عنه ولا اي حاجة. اوكي معاي ولا لا ما تقولش رضي ولا احنا نطلع الاتصال. انت بديت يعني بداية غلط. طيب معاي يا عفوا، مش عارف انت اسمك ايه. كان انا اقول لك على حاجة، تستمر بالكلام بس بشرط من غير ترضي. تفضل. ايوه انا بقول انا ما اتكلمش، انا متكلم وكل هذا وكل احترامه. ايوه فما تقولش رضي الله عن فلان. أيوة. ولا عن فلتان. سيدك عمر كفايه. ايوه انا نقول سيدنا عمر زي ما انا عايز اقول الحر، لما كل واحد في سن الحكومات يبقى حر. انا اقول سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي. طيب ايوه قول ما قلتلكش ما تقولش بس ما تقولش. طيب انت دلوقتي سؤالك ايه؟ يا عفوا انا دلوقتي ما عرفتش اسمك. لحظه ثواني، انا ما عرفتش اسمك. يا عم استنى ثواني، انت ما عرفتش اسمك. اسمك ايه بالضبط؟ اسمي ابو محمد. ابو محمد. طيب ابو محمد سؤالك ايه؟ سؤال ووجه سؤال حنجاوبك ان شاء الله. احنا بنسأل ليه انتوا بتقول على سيدنا عمر منافق وسيدنا ابو بكر ليه؟ يعني ليه تقولوا عن عمر منافق وابو بكر منافق؟ اوكي طيب احنا الشيخ شوف بص، انا انصحك نصيحة، هناك محاضرات للشيخ. انت عندك انترنت ولا لا؟ لا والله ما عندي. طيب انت ما عندكش انترنت. بص انت لو تروح لاي كافينت في محاضرات للشيخ كتير قوي، مثلا ابو بكر وعمر اضلونا السبيله، هذه في محاضر جزئين او ثلاثه اجزاء يتكلم سمحت الشيخ فيها عن عمر او بكر. كمان احنا حنجاوبك، حقول للشيخ ان شاء الله بعد البرنامج حيجاوبك ان شاء الله على الموضوع ده. ليه بتقولوا على ابو بكر وعمر منافقين؟ احنا حنجاوب على السؤال ده وسمحت الشيخ حيجاوبك. عندك حاجه ثانيه؟ لا خلاص. طيب شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هذه للعلم ظاهرة يعني سلبية، أنه شوف شلون هذا الطفل الصغير المسكين يعلمه هذا الأب أنه لما يصف عمر يصفه بالسيادة، يقول سيدنا عمر. هذه بدعة. هذه على أي أساس شرعيا سيدتم عمر؟ على أي أساس؟ هل نطق كتاب الله بأن عمر سيدنا؟ كلا. هل توجد آية واحدة تقول بذلك؟ كلا. هل نطق رسول الله صلى الله عليه وآله بأن عمر سيدنا؟ هل يوجد حديث نبوي واحد في هذا الشأن؟ كلا. هل تعارف أصحاب النبي أنفسهم لما كانوا يصفون عمر، هل كانوا يقولون سيدنا عمر أم كانوا يقولون عمر حاف؟ ما كانوا يقولون. هاي الأحاديث بين أيدينا والآثار بين أيدينا. أن نجعل لأحد مقام السيادة هذا يحتاج إلى دليل شرعي ثابت. لا يصح نروح إحنا من كيفنا هكذا أن نسيد أناسا، لا يجوز. فهذه بدعة. شخص يقول سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، سيدنا عثمان، هذا الوصف ليس وصفا شرعيا، لم يأتي لا بالكتاب ولا بالسنة. نعم بخصوص أهل البيت عليهم السلام جاء هذا الوصف، هذا صحيح. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وآله يقول في الإمام الحسن عليه السلام إن ابني هذا سيد، فإذا هو سيد. أي علي سيد المسلمين، سيد. الحسين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، إذن هم سادة، أئمة أهل البيت سادتنا صلوات الله عليهم. هذا صحيح. واحد يقول سيدنا الحسن، هذا التعبير سليم.
سيدنا الحسين، سيدنا علي، سيدتنا فاطمة، سيدة نساء أهل الجنة، صحيح؟ لأن ذلك كله فيه دليل شرعي من رسول الله. أما رسول الله ما وصف عمر بأنه سيد، ما وصف أبا بكر بأنه سيد، إلا اللهم أن يأتوا بهذا الحديث المكذوب المنحول أن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. ومن المعلوم أن هذا حديث موضوع. لماذا؟ أولا لأنه وضع لمقابلة الحديث النبوي الصحيح المعروف، وهو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وثانيا لأن الجنة لا كهول فيها أصلا، كل من في الجنة يكونون شباب. الأحاديث كلها متطابقة في هذا الشأن، أن أهل الجنة يكونون في عمر الشباب، ليس في أهل الجنة كهول ولا عجائز. ما تعرفون هذا الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وآله أحيانا كان يمازح، فجاءته امرأة عجوز وقالت أدخل الجنة، فقال لا تدخل عجائز الجنة، صحيح؟ وثم صحح لها، قال يعني أنت ستدخلين الجنة في بشابة بنضارة الشباب. فإذا هذا حديث موضوع ولم يعترف به أئمة أهل البيت عليهم السلام، فلا قيمة له. فأهل البيت سادتنا، نعم، أما تعلم ابنك وتكون سبب لإضلاله، تعلمه أنه عمر سيدنا وأنه من أهل الجنة، هذا حرام عليك. عمر منافق، وأنت تقول لماذا تقولون عنه أنه منافق؟ يا أخي بالأدلة. شخص يحاد الله ورسوله ألا يكون منافقا؟ رسول الله في رزية الخميس، في يوم الخميس، بالأحاديث الصحيحة قال هاتوا لي أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. الروايات الصحيحة عندكم، أنتم تعترفون بها يا أهل الخلاف، تقول بأن عمر خالف عليها حتى رفضها وقال حسبنا كتاب الله، إن الرجل ليهجر، ونحو ذلك من ألفاظ. هذه صفة المنافق الذي يحاد الله ورسوله، الذي يعارض الله ورسوله، الذي يخالف الله ورسوله ويقدم بين يدي الله ورسوله، يتجاوز عليهما، وثم يطعن في نبوة رسول الله قائلا إنه يهجر، أي يخرف ويهذي والعياذ بالله. هذا تبديل للإسلام، فهذه واحدة من علامات نفاقه، منافق كان. والقرآن الحكيم يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فإذا هو من أهل النار. تهينا.